ومرحبا بكم في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس بالمغرب. ابتداء من يوم غد والأيام القادمة سوف نقدمكم آخر تحديثات نماذج الطقس العالمي إن شاء الله، فلا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك في القناة ومشاهدة الفيديو للأخير لكي تعرفوا توقيت دخول الأمطار وكذلك المدن المعنية بأمطار الخير، وشكرا لكم. بالنسبة لتوقعات يوم غد إن شاء الله يحتمل بحول الله أن تكون الأجواء نسبيا غائمة مع احتمال بعض تساقطات مطر أقصى شمال المملكة بحول الله يوم غد على تطوان وسبتة والفنادق المضيق وكذلك شاون ودري وشواساكا وأكمل وإساقن وقرسيف بإذن الله وتازة وتوريرت. ستعرف بعض التساقطات المطرية إن شاء الله بعد الزوال استمرار التساقطات المطرية على أبو عرفة وأبو عنان والرشيدية وكذلك مرتفعات الريف والجهة الشرقية وكذلك الواجهة المتوسطية مع احتمالية التساقطات الثلجية بحول الله. يوم الأربعاء أجواء نسبيا غائمة على الشمال الغربي مع احتمال لا تشكل ضباب على السواحل وكذلك المرتفعات الأطلس سوف تعرف بعض التساقطات المطرية بحول الله. بإذن الله ابتداء من يوم الجمعة بإذن الله في الفترة الصباحية تكون أمطار عاصفية وقوية على عدة مدن من المملكة، أمطار حاضرة على وجدة، بركان، الناظور، الحسيمة وكذلك للميمونة، سيدي سليمان، على سيدي علال، تازة، قرية أبو محمد، وتهلا، فاس، مكناس، الخميسات، والدار البيضاء وكذلك بسليمان والرباط، ستاج، وأمطار حاضرة على الجديدة، برشيد، القارة، خريبكة، واتزم، خنيف، رازا، والتشيخ، والوالدية، والجديدة، سيدي بن نور، ولاد فرج، وأمطار وتلوج حاضرة بقوة على وكذلك إفران وابن ملال، أمطار حاضر على زوج الشيخ وكذلك أمطار حاضر على صفر وتازة وإفران، أمطار وتلوش جد معتبرة. يوم الجمعة إن شاء الله القادم بحول الله سوف تستمر هذه التساقطات المطرية كذلك للحوز على بنقرير، مراكش، قلعة سراغنة، شيشا، ومراكش وكذلك خريبكة بإذن الله، بن ملال، والحسيمة. في الفترة إن شاء الله مع تقدم الساعات سوف تعرف تساقطات أمطار جد قوية بحول الله. نسأل الله التبات لهذه الخيرات.